بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد إمسفلين عزانين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع نو كنسول الحلقة تد الحكم الأحكام للتوعلق سويور رمضان نطلب ربي تبارك وتعالى هذا حرز قتيفاوت تسنا لمعرفة دفولكي دارك ان شاء الله ولي الترباح نحو يراد ولي التزومن صغيك لي حب ربي تبارك وتعالى دور قسم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يويد الامام احمد في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ارجسيتني من اراد ان يصوم فليتسحر بشيء وانا قيتوني رانا يزوم يفولكيا سيتسحر سينا يوفى وخريسو غارتو قميمتو ومان وخريش غرقا انتيني السحور السحور يترمت يترمت لحب ربي تبارك وتعالى اقسلو نفرط يشكد صحيح البخاري صحيح مسلم سيدنا انس بن مالك اردتني أل في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه سحرات ربي شات تسوم حغالي ونقسم ربي تبارك وتعالى هن رمت السحور تلاقيس البركه تلاقيس البركه الدين تلاقيس البركه الدنيت تلقي البركة كان الدين اش كرد نكرض متابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تو منسس صدقت غير اللي تيني تريت تسكت غير اللي سكر تريت تا زوم تري اللي زد السحور الاخلاق المعامله السبعه تاع التزليت السبعه الفضول السنه الفضور تزليت العشاء تراويح طيف الطراي ليله 27 ليله القدر كل المسائل تبعت جسد النبي صلى الله عليه وسلم ما تسكر ذاك الاسكار تسحروا فان في السحور بركه البركه قالت الخير وكان الخير يعني حتى غرس نربي تبارك وتعالى زغل البركه انس اركي تعاون اذكر ربي تبارك وتعالى حيت الوقت اللي باري ربي اشكو السحور يقات وقت السحار الوقت اللي يقرب الفجر يودن يات الوقت اللي حتى البركة رديت تكزر ربي تبارك وتعالى الزغوي السايق نوان أريتيني ها المنسائل فأعطياه إسير اللي محتاج يحتاج جنك راه يستفح اللي ما رانا في فلا الصبح إسير اللي ما يضالبن إسقاطو حل الغراض إلحيل إسير اللي ما يستغفر إسغفرح غفرح. كرت كيحلو قتاد راه كيتقصحو حورا السبب بعد ذكر ربي تبارك وتعالى الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور تي بسم الله تعقلت تي قص البركه راه يتقسى باب التضات يقدر تزلت الويتر يقدر تزلت النوافيل راه يتقسى باب ادور الضيع تزليط الصبح العداد ميد اللي تسهر اللي تسهر اللي تلوقت ثلاثه اربعه اذر نيوغن ورد 11 12 افين تزليط الصبح دواسيف تلاقي البركه راه يتقسى باب اتصدق تي حلا دي الزوق النقطان ميد لي تبراح لي تدوار لي سنكر ميد لي دي تعلم لا تيقرب ايود أه المود انا كيتقص ديال العداد الخير نقطه السحور ديني قلت البركه دونيت راه كيتعاون باش اتازون الانسان يحدي نكر يسامان لا ما يحلب يشي ميكي برين ولا ميكبرين ولا ولا ميكو غروم ولا ميك دواز هذا تيتعاون مش كان باش ياظم مزيان وري التمرات باش تولي ولي يحبس الماكله مع 11 ضيض اي التمرات هذا كله تيت عذاب وكان المشقى نربح رتي حبه ربي تبارك وتعالى وراح العذاب ومش كذا في قال بركه كذلك السحور قال بركه ماشي السحور <سؤال> يسكنوه السحور السحور اللي تيقان الماكله اللي حرمنا نقبل يد المود الفجر اي قال بركة اش قلت له قلت له مخالفه لاهل الكتاب مد لي زوارن اللي متبعات لنا بيان لي زوارن يكتين قلت له ولي يقول يحدي نكر ورسوا لي عدل اي شتي رمت ولا يحرم في الناس هادو كان يقول غير لا 10 يحدي نكر جوج ولا ثلاثه ورسوا لي حقيش بمجرد ما يكان هان صافي الماكله ورسوا لا دون كان السينيك كانت اللي بحراء يفرض ربي رمضان يحب بحري يبدا رمضان في المدينه النبويه واش كدا ستيني كان كان تيني حقن يحد عقل ورسول الشتان ورسول السان اللي حدي ربي تبارك وتعالى رحمه الناس يسكز الواحد في النبي صلى الله عليه وسلم إني ياح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هان الفرق اللي لان نح الفرق اللي لان قرا زومن نحلي انت زومن كني دوالي انت زومن رومين اليهود اي قالت الاكله السحور الوجبه السحور فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلات إيه السحر يرحم أحسس ربي تبارك وتعالى يحتض ربي تبارك وتعالى يفضل حسيس البركة اللي داه كسيلان باللي ربي تبارك وتعالى اللي تفرح سوا اللي شتا السحور هاسي كتفرح ربي يحط زلات هاسي كتفرح ربي حتى زومت هاسي كتفرح ربي تبارك وتعالى حتى فدارت هاسي كتفرح الوقت اللي تسحرت ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين ربي تبارك وتعالى قالتني الملائكة حويس سايق ونزرات الناس مكينو يعقل دي سكرت مارتن سكرت الوانس من ربي أري تيرمت الحلال ياسر يتبعه يتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الملائكة راك تستغفر نتا راك يا ربي اغفري فلان يا رب سامحتي فلان يا رب تسترد فلان يحكي تمدح ربي تبارك وتعالى ما سول يحك تستغفر الملائكه نربي تبارك وتعالى على وليك في ربي تبارك وتعالى ما يمكنش الربي تبارك وتعالى اتنير اير الملائكه اللي خلق احتفوت ارث عباد نرت الطيعن اذا السحور يكون البركه قسم المتابعة عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كيس المخالفة اللي مين تيلي الصلاه نربي تبارك وتعالى الملائكه نصف العباد اللي تسحرن وكان يود البخاري رحمه الله صحيح البخاري باب تعجيل السحور ما كان تعجيل السحور تسمات لتر حق الربيع ود ماشي تشتغل ولا ساعتين يميك صافي الغرض ونش كان في الصحابي اسمه زيد إني كنت سحر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم انكرس زاليت الصبح الناس مش كاين لا نكرس سحور تزاليت اني نسوش كل حاد غير 50 الايه تقريبا طرب على القران انا في يقول لك كيف ما يجوز الصحور راه رضي يقلب الفجل ماشي يتصحر مع الوحده ال 12 يقول ار ثمانيه تسعود يفين تجر اللي قال الفريضه. اذا ضرب للبيطه بارك وتعالى ايتمادي ست مداح يوفق ان حفظ في السند نص حور داك السستغ ذا الوقت تدعو زغ البركه انس يقال الوقت يحجز الدكتور تدعو ترجم ربي طبارك وتعالى او تفرض مح الدعاء ار آه تدعو ربي طبارك وتعالى سكت مح الدعاء تالو النون للوالدين النون يتم غالي النون يا النون ايتما جزيره النون يا مسلم الكلوتن نضل بربي تبارك وتعالى اي قبل كل ما يقال العمل حي من كل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين